نشرة إخبارية موجزة أقدمها إلى حضرتكم من قناة عاد، أهلا ومرحبا بكم. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي أن تشغيل مستشفى عدن العام يؤكد على ثبات الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات، وقدم شكره للقيادة السعودية وللبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن. وقال الرئيس العليمي في سلسلة تغريدات على موقع تويتر يمثل توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام دليلاً آخر على ثبات الدعم الكريم لبلادنا من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ليقدم خدمات طبية لأكثر من 500,000 شخص سنوياً بتكلفة أكثر من 330 مليون ريال سعودي وفق أفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال. وأضاف العليمي أنه سيكون لهذا المشروع أثره الطيب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة من خلال دعم 14 عيادة ومركز للقلب بسعة سريرية تبلغ 270 سرير ضمن حزمة أوسع من المشاريع الحيوية المرتقبة. ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في العاصمة عدن مع رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش التحديات والاحتياجات بمجال الأمن الغذائي. وصرد اللقاء التقارير الخاصة بالوضع العام للأمن الغذائي وجهود التواصل مع الجانب الدولي ممثلا ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو بخصوص مستويات انعدام الأمن الغذائي وحجم المساعدات الغذائية الطارئة وتركيز الاهتمام بتوجيه مساعدات ودعم الأشقاء والأصدقاء نحو الجانب التنموي وتحسين سبل العيش بما يضمن تحسين الأمن الغذائي. وأكد باذيب على أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل المشترك مع شركاء الحكومة من المانحين لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والعمل على توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين. زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني يوم الخميس صهارج الطويلة بالعاصمة عدن، اطلع على الحواجز المائية وتاريخ إنشائها والترميمات التي أجريت لها، واستمع من المسؤولين على الصهاريج إلى الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستعادة ألق ومكانة هذا المعلم التاريخي والسياحي، موجها بإعداد موازنة تشغيلية مستعجلة التي تمكن القائمين على هذا المعلم من الحفاظ عليه ونظافة الموقع وتشجيع الناس على زيارته. وحث الأرياني القائمين على المنشأة على بذل المزيد من العناية والاهتمام بالصهاريج التي بنيت في مراحل تاريخية متعددة بدأت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في عهد مملكة سبأ وفقا ما هو موثق في لوحة مثبتة على جدار بالقرب من أحد الصهاريج. ويقدر عدد الصهاريج بنحو 55 صهريجا تبقى منها 18 بينما تعرضت البقية للطمر. ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد الخميس بالعاصمة عدن أوضاع المنافذ البرية والتحديات التي تواجه سير العمل. وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي، قدم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ومدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري إيضاح حول سير الأعمال وما يقدمه المنفذ من خدمات وتسهيلات للمسافرين والحركة التجارية بين كل من اليمن والسعودية الشقيقة. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل عدة لجان للنزول الميداني من قبل الوزارة والهيئة لمتابعة نشاط المنافذ وتلمس مشكلاتها واحتياجاتها من وسائل العمل ومشاريع التطوير والتحديث وبما يسهم في تطوير قدراتها وتحسين خدماتها، خاصة وأن تلك المنافذ لم تحظى بالاهتمام والتطوير منذ إنشائها في جانب البنى التحتية والتجهيزات بالمتطلبات الضرورية. منح محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي درع المحافظة لأسرة فقيد الرياضة بحضرموت والوطن الكابتن خالد صالح بن بريك رحمه الله، عرفانا بعطاءاته وإسهاماته في بقاء نادي شعب حضرموت ضمن أندية الدرجة الأولى واعتلاء منصات التتويج وتمثيل المحافظة والمنتخب الوطني في المحافل العربية والآسيوية لاعبا ومدربا لكرة القدم.
جرى ذلك في فعالية الوفاة التي أقامها مجلس إدارة نادي شعب حضرموت الرياضي يوم الخميس بالمكلا عرفانا للفقيد بمناسبة مرور عام على رحيله، بحضور وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك وأعضاء مجلس النواب ونائب وزير الصناعة والتجارة المحامي سالم سلمان الوالي والأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي ووكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة ومكتب الشباب والشخصيات الرياضية وأسرة الفقيد ورؤساء وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية وأصدقاء الفقيد وزملائه من مديريات حضرموت ومن محافظة عدن. أطمأن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي على صحة الكابتن مبارك عبدالله العماري الجنباز الذي يرقد بمنزله متأثرا بمرض عضال. جاء ذلك خلال زيارته له بمنزله يوم الخميس بديس المكلا بتوجيهات من محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي. ونقل الأمين العام للكابتن مبارك تحيات المحافظ وتمنياته له بالشفاء العاجل، مشيدا بدوره في خدمة الرياضة وتضحياته لتطوير مهارات النشء والشباب خلال السنوات الماضية، إضافة إلى دوره في مجال التربية والتعليم. كما وجه الأمين العام بسرعة علاج الكابتن مبارك خارج أو داخل الوطن عرفانا بجهوده في القطاعين الرياضي والتربوي. اطلع وكيل وادي حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن تأثيرات المنخفض المداري الذي يضرب بلادنا بصورة عامة ومنها مديريات وادي حضرموت. استمع الوكيل الكثيري من مدير وعام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش عن الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في رفع الجاهزية القصوى في حالة حصول أي كوارث طبيعية، وجها الوكيل الكثيري لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية والإدارات التنفيذية ذات الاختصاص لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أي كوارث من حالة عدم الاستقرار لاستمرار الأمطار. وطلب مدير الأمن والشرطة من خلال وكيل وادي حضرموت الجهات العليا إلى فتح مراكز للدفاع المدني في جميع المديريات ودعمها بأحدث المعدات وتوفير احتياجاتها تحسبا لأي طارئ من تقلبات الجو ولمواجهة الحرائق وإنقاذ المواطنين، حيث أصدرت مصلحة الدفاع المدني بوادي حضرموت والصحراء تعميم لجميع المواطنين نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار المناخي خلال شهر أغسطس الجاري من هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة وجريان الأودية والشعاب. وكما تمكنت مصلحة الدفاع المدني بمديريات سيئون يوم أمس بانتشال جثة لأحد شباب سيئون أثناء تجمعات مياه السيول. بتكليف من السلطة المحلية بمديرية الشحر ومدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة، نفذ مكتب الصناعة بالشحر رفقة قسم الأسواق وحماية المستهلك نزولا ميدانيا لعدد من المخابز الآلية والشعبية بمديرية الشحر لمراقبة التزامهم بأسعار الروت والرغيف والأوزان المتفق عليها. هذا وقد شدد الأستاذ سعيد بن ضبيع مدير مكتب الصناعة بالمديرية على ملاك المخابز الالتزام بالسعر والوزن المتفق عليه 50 إلى 60 جرام، مشيرا إلى استمرار النزولات الميدانية للمخابز لمتابعة مدى التزامها، داعيا المواطنين الإبلاغ عن المخالفين والاتصال على الرقم مكتب الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. في الشحر أيضا أصدرت إدارة أمن الشحر وشرطة السير تنويه للإخوة المواطنين عن إقامة حملات ضد المخالفين بنظم وقواعد السير على سائقي الدراجات النارية والسيارات على النحو التالي: قيادة الدراجة النارية أو السيارة لمن هم دون السن القانوني، ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجة النارية عكس الخطوط، السباق في الخطوط الداخلية أو الطويلة، استخدام القزوزات المزعجة، عدم وجود إضاءة في الدراجة النارية أو السيارة. وعليه تنبه الأجهزة الأمنية وشرطة السير باتباع نظم وقواعد السير، وسوف تضرب بيد من حديد ضد المخالفين وتتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ونرجو تعاون الإخوة المواطنين وعدم التهاون بهذه الإرشادات.
التقى الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبد الله نيمر صباح الخميس مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بمحافظة المهرة الأستاذ عبد الله بن مساعد العنقري، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروع دعم التعليم بمحافظة المهرة الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وخلال اللقاء قدم الأمين العام شكره للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لما يقدمونه من مشاريع مختلفة في محافظة المهرة واليمن بشكل عام، مشيرا إلى حاجة المحافظة إلى كافة التدخلات لتقديم أوجه الدعم في كافة المجالات وتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية، لافتا إلى أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل داخل المحافظة. التقى محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي بمدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة شبوة عبد الله ناصر العمياء لمناقشة أنشطة الصندوق الهادفة إلى تحسين وضع المستهدفين من شبكة الضمان الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد. أطلع الأخ المحافظ على تقرير عن سير عمل الصندوق مستعرضا بأن المقر بحاجة إلى ترميم بشكل عاجل من قبل السلطة المحلية في المحافظة حتى يتمكنوا من مباشرة عملهم لتقديم الخدمات للمستفيدين بالشكل المطلوب. وثمن عبد الله العمياء جهود السلطة المحلية برئاسة المحافظ بن الوزير في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية والتخفيف من معاناة الحالات المستفيدة في محافظة شبوة. نبقى في شبوة أيضاً، حيث التقى محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي لمناقشة التحضيرات والترتيبات لانطلاق بطولة كأس المحافظة للعام 2022 للأندية الرياضية مطلع الشهر المقبل في مدينة عتق مركز المحافظة، حيث قدم الحاضرين باسم قطاع الشباب والرياضة ومفوضية الكشافة والمرشدات تبريكاتهم للأخ المحافظ على الإجراءات والقرارات التي اتخذها لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مؤكدين دعم قطاع الشباب لكل الإجراءات المتخذة ومساندتهم له في تطبيع الحياة المدنية والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة. ووجه محافظ شبوة باعتماد البطولة رسميا وانطلاقها مطلع الشهر القادم بدعمه ورعايته للبطولة كهدية لشريحة الشباب والرياضيين في مختلف مديريات المحافظة، مستمعا إلى التقارير الفنية والمالية للنسخة الخامسة والرؤى والأفكار لتطوير البطولة التي تعد الأفضل حاليا في صناعة الفرحة بين أوساط الشباب أجيال الغد المشرق. وقع البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن الخميس في مقر البرنامج بالعاصمة السعودية الرياض على عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام بتكلفة بلغت 330 مليون و537 ألف و81 ريال سعودي، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنوياً، والذي سيبدأ تشغيل خلال فترة 90 يوماً بعد استكمال استعدادات الكادر الطبي واختبارات أجهزة المستشفى ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية. وسيعمل المستشفى بقدرة 50% للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية، ويهدف إلى تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما سيساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبية، بالإضافة إلى زيادة فرص حصول المواطنين على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز للقلب ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وتشمل العيادات في المستشفى العيون والأطفال والجلد والأسنان والأذن والأنف والحنجرة والعظام والباطنة وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي.
من استوديوهاتنا في قناة عاد قدمنا إلى حضرتكم نشرة إخبارية موجزة. شكرا لطيب المتابعة، أطيب المنى، وإلى اللقاء. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية